مناخ ده في الكابتن شوقي. هل المناخ ده كابتن وليد من وجهة نظرك في مصلحة منتخب الكرة المصرية؟ ساعات بيبقى في مصلحة الكرة المصرية عشان انت تطلع احسن ما عندك. انه يبقى فيه استفزك. ضغط اعلامي ضغط اعلامي على طول. ايه رايك يا كابتن ايهاب؟ يعني انا بقى هنا اختلف مع كابتن وليد، لان انت النهارده ما بتضغط عليا بتضغط عليا انا مش قادر اشم نفسي. هو ده اللي حصل في ماتش السنغال، ما لحقش يجمع نفسه قبل ماتش تونس، الوقت مضغوط بيلعب في اسبوع. يعني احنا ان شاء الله ان شاء الله يستفيد من ده يكسب السنغال ان شاء الله. هو بقاله قد ايه ما بيلعب؟ بقاله كتير ما بيلعبش. اخر ماتش كان بوتسوانا كان من من اربع اسابيع. بنتكلم في شهر. فانت النهارده لما تكسب السنغال عايز بقى انا الطاقه السلبيه دي تتحول لايجابيه توديني تونس وانا منتشي. بس هنا الدور عليك يا كابتن شوقي، واحنا كلنا واثقين فيك وبنقول لك يلا. اتاخرنا معظمنا في انه يدعمك بشكل معين، البعض تفرغ للمشاكل. المشاكل دي زي ما بقول الكابتن ممكن تتاخد بشكل ايجابي وبشكل سلبي، لكن للاسف احنا بنعليها قوي في السلبي. يعني ما تلاقيش حد بيقول حاجه ايجابيه على حد معين، لا كله عاوز ياخدك للسلبيات وعايز ياخدك انت وحش وانت كويس، واللي عايز يمشيه دلوقتي وما يكملش مشواره، واللي بيتكلم من دلوقتي وقبل ماتش السنغال طب لو خسر السنغال ما يروحش تونس خلاص ما احنا طلعنا ما يمشي. هي القصه مش كده، ما ينفعش كده. احنا بنعترف ان احنا عايزين نعمل تيم وعايزين نعمل منتخب. انت بتكون منتخب ما عندناش. يعني ايه ما تروحش؟ كويس. اكون المنتخب وانا ماشي بقى اتاهل. ما اتقالش مرتين، لازم اتاهل ان شاء الله. ما تلعب يا اخي لو حتى لو خسرت من السنغال ما تلعب ماتش للشهره. كويس. وتكسب الديني. تونس على ارضها. اديني النهارده انا عشان التصنيف العالمي. انا كمنتخب مصر النهارده لو اديت قدام السنغال بالشكل المطلوب كسبت ما كسبتش الجمهور ماشي عنده قناعه ان انت عملت اللي عليك، فان شاء الله تقدر عليك وتكسب. كسبت السنغال ورحت تونس اديت اللي عليك وما كسبتش برضو الجمهور هيبقى عارف انت عملت اللي عليك. ممكن تتعادل، يعني ممكن تتعادل ممكن، بس اهم حاجه يا استاذ معتز ان كلنا نبقى عارفين انت عملت اللي عليك ولا لا. انت اقتنعت اديت اللي عندك ولا لا. مهم قوي. في ميزه عند الكابتن شوقي وانا اقرها ان الراجل بيعترف بخطئه. يعني هو بيجادلش، قال لك انا اخطات فنيا في مباريات، اخطات فنيا لم يعني مثلا هو لعب لعيبه معينه زي ما قال الكابتن وليد، جه مغيرها بعد كده وسمع للناس وشاف وحس وغير وسمع للناس في في, في ناس كتير. ابراهيم صلاح بالظبط. علي جبر، سعد الدين سمير، محمد نجيب، عمرو جمال بقى. انه يبتدي كل مباراه. عمرو جمال ما كانش بيلعب في الاول، كان بيلعب احتياطي. ما كانش بيلعب يعني اخر مباراه كينيا واخد جزء. لكن عمرو جمال لما بقى مهاجم مصر الاول هو كسبك بوتسوانا، كسبك كابتن شوقي لعبه التاني. كابتن شوقي لعبه وما كانش عمرو بيلعب اساسي في النادي الاهلي على فكره. يعني من اساسي في المنتخب لاساسي في الاهلي والعكس بعد كده. فانت النهارده انت عندك مدير فني مرن كويس وبيسمع بياخد الايجابيات منك يحطها، فكل ما تحط له ايجابيات هياخد منك، حط له سلبيات وده يبين لك ان كابتن شوقي شخصيته بتتاثر. فانت ممكن تاثر عليه سلبيا وتؤثر عليه ايجابيا. بس لو هو الراجل، لو الراجل عنده مرونه انت ممكن تاخد الحته الايجابيه دي اللي فيه، لان مش كل الناس مرنه. حلو. كان في قبل كده كابتن نادر يقول لنا كان في قبل كده مديرين للمنتخب الوطني ما كانش عندهم اي نوع من انواع المرونه. ده اللي انا عايز اقوله. حاجه تانية برضو يا كباتن، ان انت النهارده كابتن جوهري، كابتن حسن شحاته، كابتن شوقي غريب، اوعى النهارده كابتن شوقي عنده غريب عنده خبرات حلوه قوي، بس هو حطه جنب الاسماء دي لان في سنه اولى قياده منتخب مصر بيكون خبره تانية خالص. مظبوط. وبعدين الظرف دلوقتي بتاع البلد نفسها والرياضه المصريه غير الظرف اللي هم كانوا بيلعبوا فيه، فلازم برضو ناخدها في حته يا استاذ معلش قبل ما تروح للكباتن الكبار. اتفضل. هو احنا ليه ما بنحاسبش نفسنا النهارده اننا بندفع ضريبه توقف الرياضه 3 سنين؟ ما هو منعكس على لعيبه مصر ومنتخب مصر. ما ده مهم. ما هي دي نقطه مهمه محدش يتكلم فيها. لا ما هو دي حاجه محتاجه مصارحه مع النفس ومحتاجه انك تبقى عندك ثقافه ال الشفافية والاعتراف بالظرف الواقع. لما قلت عمرو جمال كنت عايز اطرح السؤال ده، انا سؤال لوحده انما الكلام هو بيجيب بعضه. تمام. يعني لاي مدى نفسي اتكلم في التشكيل شوية، رغم ان انا مانيش يعني مانيش خبير كرة انما قاعد مع خبرة لازم لا لا. هل انت قلقان من 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 عدم وجود واصابة كابتن عمرو جمال؟ ما في شك ان عمرو جمال غيابه يؤثر، لانه مهاجم وبدا في الطريق واتحط على التراك ان هو مهاجم تقدر تعتمد عليه. وجود عمرو جمال في الملعب بيديك امل ان النهارده يعني بعد 5 دقايق او 10 دقايق ونص ساعه او شوط في هدف او عمرو جمال موجود يعني، فبيديك. انما
ده ما يقللش ابدا من وجود مهاجمين تانيين وعلى راسهم طبعا عماد متعب يعني، انما وجود عمرو جمال مع عماد مع عرفه مع غيره من المهاجمين بيدي اضافه كبيره جدا. انما انا شايف ان التيم او الفريق لو هو بيلعب بروح واحده وبيلعب بهدف واحد وبيلعب باحساس واحد وبقى على قلب واحد مش هيفرق كتير جدا وجود ممكن اللي يهدف مش عمرو جمال، ممكن علي جبر المدافع يعني. فهو النقطة كلها ان التيم لما بيلعب بروح جماعية واحدة بطبيعة الحال ان في واحد لازم ينهي الهجمة ايا كان هو مين اللي موجود، بس في الاخر الروح دي بتتبث في كل